بكرة إن شاء الله الزمالك هيخوض مباراة العودة أمام الشرطة الكيني. الزمالك كان فاز في مباراة الذهاب الأسبوع اللي فات بهدف مقابل لا شيء سجله طبعا النجم الكبير عبد الله السعيد. الأهلي كمان يوم السبت إن شاء الله هيخوض مباراة جورماهيا الكيني، والأهلي حقق فوز كبير في مباراة الذهاب، الفوز بثلاثية مقابل لا شيء في دوري الأبطال، وبيراميدز في نفس اليوم هيقابل الجيش الرواندي. يوم الأحد هتكون مباراة صعبة للنادي المصري أمام الهلال الليبي اللي كان فاز في المباراة الأولى على النادي المصري بنتيجة 3-2. انضم لي نجوم البريمو الكبار، النجم الكبير الكابتن رضا عبد العال نجم مصر ونجم الاهلي والزمالك. كابتن رضا برحب بيك، منورنا ومشرفنا. حبيبي يا استاذ اسلام، ازيك يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ كويس زي الفل. والنجم الكابتن محمود ابو الدهب، كابتن ابو الدهب برحب بيك، منورنا ومشرفنا. حبيبي يا اسلام، انا اللي برحب بيك ودايما بستمتع وانا بطلع معاك. الله يخليك كابتن. والنجم الكبير الكابتن مجدي طلبه نجم مصر ونجم الاهلي والزمالك. كابتن مجدي برحب بيك، منورنا ومشرفنا. برحب بيك يا اسلام وبرحب بالرجاله. كنت بتضحك على ايه بقى كابتن مجدي قبل ما نرجع؟ لا قول لي بس ايه اللي كان بيضحك؟ ما تقلش على الهوا الحاجات دي فعلا. لا تتقلش. كابتن رضا كان بيقول لك ايه برضه؟ ما تقلش على الهوا. كنت بتقول يا رجع يا زمان. طيب كابتن رضا، هبدا بحضرتك بالاعلان عن تغيير نظام الدوري. كان معايا كمان من شويه اللي هو ثروت سويلم عضو الرابطه، والاعلان عن نظام الدوري انه هيكون نظام من دوري من دور واحد، ثم بعد كده الدور الثاني هيتقسموا الى 10 انديه وتسع انديه، هيتحدد البطل ويتحدد الاربع فرق في العشر انديه، ويتحدد فريقين بس اللي هيهبطوا للدوري المحترفين ويصعد ثلاث فرق، وده تسع انديه وتسع انديه، وده هيطبق لمده موسمين. الموسم اللي بعد كده لسه اللي هو ثروت سويلم اعلن ان هيكون هبوط لاربع فرق وبعد كده صعود لثلاث فرق من الدوري المحترفين. فراي حضرتك بشكل عام في تغيير نظام الدوري، وهل ده الحل للمشاكل اللي كنا بنعاني منها في الموسم اللي فات؟ بص، بسم الله الرحمن الرحيم. الاول كانك يا ابو زيد مغازيت، انت ازاي هتنزل فرقتين وتطلع ثلاث فرق وتخلي فرقه تلعب الدوري اللي جاي باي ليه؟ حد ضربك على ايدك؟ كان لسه المهندس فرج عامر كان بيقول لي الكلام ده امبارح. غلط طبعا. وانت ودنك منين يا جحا؟ ما احنا عايزين نتلاشى طول الدوري السنه اللي فاتت واللي قبليها واللي قبليها. اعمل موسم استثنائي. انا غير النظام ما عنديش مشكله. انت عملت حاجه كويسه، قلت التسع انديه الاولانيين يلعبوا من اول للرابع، واخد بالك؟ طب ومن الخامس للتاسع الاربع فرق التانيين دول ولا الخمس فرق؟ هيبقى بالظبط نظام اللي هو ايه، انا ضمنت تحصيل حاصل بالظبط كده. لما هيبقى اربع فرق مثلا بيموتوا نفسهم عشان ياخدوا البطوله، والخمسه التانيين نايمين في ميه البطيخ. واخد بال حضرتك؟ لا بس هيبقى حافز للانديه الثانيه، او يعني تقليل عدد الفرق، ان ممكن يبقى في تقريب للمنافسه، او يعني في منافسه قريبه ما بين التسع انديه كلها. طب ما انت ممكن ما تلاقيش في اول الدور الاولاني الاهلي او الزمالك في اول اربع فرق. لا في اول اربع فرق، حتى ما انت عندك لغايه المركز التاسع. ماشي، ما انا بقول لك يعني الدور الاولاني انت عندك بعد كده هتلاقي الاهلي والزمالك ممكن ما يبقاش اول وتاني. ايوه ما عادي يا رضا، ما انت في النهايه الدور التاني. ماشي، الدور التاني اللي بين التسع. انا هاخد التسع فرق. ماشي، فيطلع بقى الاهلي والزمالك في الثامن والتاسع موجودين برضه. ما انا عارف ان موجودين، بس ده ما بيأثرش عليهم في استمرار المنافسه. حبيب قلبي، انا بتكلم بعد كده ان الفرق التانيه دي طالما دخلت في التسعه، سيبك من الاهلي والزمالك، حتى لو هو التاسع الثامن والتاسع، تمام. انا قصدي ان الفرق دي ما عندهاش هدف تاخد دوري، ما عندهاش هدف ان هي ليه؟ ما انا سايبك اهو تاخد دوري. ما اول ما انت بتتنافس مع بعض. هو بيتكلم قصده ان من الخامس للتاسع لو الفرق بتاع البونت كبير في نهايه الدور وخدوا بتاعه الدور الثاني بكل البوينتس اللي عنده، فلو الفرق كبير
هيبقى من الخامس للتاسع فرصته في المنافسه مع الاربعه الاولانيين قليله او ضعيفه جدا ضايع. فهو بيلعب تحصيل ده دي وجهه نظره يعني. بقى اللي هي ايه، انت بتتكلم حضرتك على ان الانديه واخده النقاط اللي مجمعاها في الدور الاول، فانا في فرق كبير ايوه بيني وبين الاول وبين الرابع اه وقبلك لما تيجي بعد كده هيبقى الدوري ممسخ غير في الاربعه اللي هم بنفسه بس هتيجي تلاقي مثلا ست فرق مثلا باعتبار ان بيبقى ماشي من الرابع للسادس فيه شويه منافسه يعني. بس هنا رضا هنا هيبان الفرق الموظفه اللي هي بتاكل اللي هي عيش اه بتادي وتاكل عيش من الفرق اللي عندها طموح انها تحقق هدف. ما فيش فرقه عندها طموح يا كابتن مجدي، ما انت خلاص هم هيقول دخلنا تساعي بعدنا عن الهبوط خلاص والكلام ده كله هيرمي، ولا هيجيب صفقات بين الدورين ولا مش مهم، ان شاء الله اخد التاسع ان شاء الله اخد الثامن ان شاء الله. انا خلاص وصلت للمرحله ان انا في اول تسع ماتشات او اول الدور الاولاني انا دخلت في التسعة، فخلاص بقى مش هيجدد، ما عندوش دوافع. طب ليه ما تقولش ان ده ممكن يبقى حافز لان الانديه في الدور الاول تقدر تقرب ما تفقدش عدد كبير من النقاط علشان ابقى موجود يا سيدي في المربع الذهبي وابقى قريب من الرابع. اه ما انا هو هنا انت في المنافسه المربع انا لسه ما كملتش. ماشي اتفضل هنرجع مع مجدي خد خد الميكروفون وعلى كابتن مجدي خد ماشي رضا رضا خد كفايه كان مفروض لا الكلام اللي انت قلته قبل خد الميكروفون اهو الكلام ده حاجه وده حاجه خد الميكروفون اهو خد اي حد في الكلام خد اهو اديله الميكروفون خلينا لا عايز اتكلم بس في الحته بتاعت ان انا قول اللي انت عايزه. انت عملت تسع فرق زي الفل في الدور الاولاني، طب ما تخلي الخمسه دولت بعد كده يلعبوا، سيبك بقى من الاربعه اللي هم هياخدوا في الدور الاولاني اول وثاني وثالث ورابع، خلي الخمس فرق دولت يصفوا بعد كده مع الخمس فرق اللي هم هيهبطوا، واخد بالك يعني انت الدور الثاني انت هتلعب بتسع فرق، خلي خمسه يهبطوا، الخمسه اللي مش هيهبطوا بقى يلعبهم مع دول، بلاش يلعبهم مع دول. ازاي الخمسه يهبطوا؟ ما انت مش عايز تعدي. هو هيهبط فرقتين. لا انا بقول لك يهبط ثلاث. ما هو ده في التسعه اللي هم من التانيين خلاص خلينا من التسعه دول السنه دي ماشي. انت بقى تعال على التسعه التانيين هتلعب تهبط خمس فرق، خمسه من تسعه بقى تفضل كام؟ اربعه على التسعه يبقى 13، هتصعد ثلاثه بقيت 16، يبقى انت نزلت كمان فرقتين من ال 18 وخليت الدوري بقى شكله حلو. السنه الجايه يبقى كده بقى اعمل دوري عادي، واخد بالك، وتنزل بقى عايز تنزل اثنين عايز تنزل ثلاثه عايز تنزل خمسه براحتك. طيب كابتن مجدي بص هو في شقين. اولا الراوند الاولاني هتبقى المنافسه نار ما بين الفرق كلها وبعضها عشان يبقى موجود في التسعه الاولانيين. تمام. فالمنافسه هتبقى شديده جدا جدا جدا. تمام. وده شده المنافسه دي هيحدد او هيعلي من المستوى وهيقرب المسافات شويه في النقط. يعني انت ممكن تلاقي التاسع اللي هيقعد فرق بينه وبين العاشر بونت او تمام. جول. تمام. هتلاقي ده. فده هيعلي من المستوى. ال- 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 العيب انه لو الفرق بين البونت ما بين التاسع من الخامس للتاسع والرابع كبير. يعني لو الفرق مثلا 10 12 بونت هنا هيبقى مع فرق 8 مع وجود 8 ماتشات بس اللي موجودين. طيب باقيين هيبقى هل عشان اتلافى ده اخلي كابتن ابو الدهب خليك معايا اخلي التسع فرق الاولانيين اللي صعدوا الغي النقاط بتاعتهم اللي جمعوها في الدور الاول واعمل دوري جديد مش فير من دور واحد مش فير لان الاولاني هيبقى فرق بينه وبين التاسع. انا عشان الغي اللي حضرتك بتقوله ما هو انا دلوقتي والله فكرة مش حلو. مش ذنبي ان انا بقيت كويس. لا فكره حلوه والله. لا ما هو انا مش ذنبي ان انا في الراوند الاولاني اجتهدت وخدت ماشي كابتن. انا ماشيه مرحلتين الدوري. مرحله اولى ان انت حضرتك لازم تبقى ضمن اول تسع هي أندية على فكره اتعمل قبل كده ماشي اتعمل ثم بعد كده بعد ما اعمل دوري بقى ما بين اتعمل قبل كده على الاربعه اللي طلعوا هو ده زي الفل. هل هتعملوا دورين هل هتعملوا دورين ولا هتعملوا دور واحد؟
لا هتعمله دور واحد بقى. مش هينفع. انت علشان التوقيت ما هو انت كده. لا والمعنى ده اللي بنقوله اهو. انت علشان عايز تقلل. انت في الاساس عايز تعمل ايه يا كابتن مجدي؟ انت عايز تقلل عدد الوقت وعدد الوقت اللي هتشتغل فيه واعملوا ماتشات كؤوس. يعمل الدور اللي هو بيقول عليه اسلام ده ماتشات كؤوس، اللي يكسب يكمل واللي ما كده هيضغط الدور الاولاني. لا انت كده لا بص هتقلل الوقت. الموضوع ده على فكره كابتن انا كفيتك ان انت في المرحله الاولى من الدوري فكرتك اللي انت بتقولها دي اتنفذت قبل كده، اتعملت قبل كده، مش ما اتعملتش، اتعملت قبل كده. مش فاكر سنه، مش مضروري في مصر حاجه خالص. لا لا مش في مصر. لا 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 مش في مصر. فين بقى؟ لا تقريبا اتعمل في اليونان مره قبل كده، كان برضو كان في موسم استثنائي. ايوه ولغيت النقاط ولغى النقاط وبعد كده عمل ويعمل بيعمل مرحله جديده يعملها ماتشات كؤوس. بيعمل مش لا مش ماتشات كؤوس، دوري برضو، بس كل اللي طلعوا التسعه اللي كله كل النقط اللي خدوها اتلغت. طب ما في فرق مش هتبدا من اول النظام ده، ان هو بتقول لك انا جمعت بناط في الدور الاولاني فانا عاوز اكمل. يعني بتكلم على زياده المنافسه كابتن. طيب ما ده ممكن يزود المنافسه ليه وتضرب مع الفرقه تبقى نازله تكسب الاهلي تكسب ولا الزمالك تلعب نهائي، فممكن تلاقيها في المنافسه تبقى في المربع يعني الذهبي. ممكن المصري فرقه زي المصري، فرقه زي البنك الاهلي، تلاقي فرقه في المنافسه في المربع الذهبي. فاعتقد ان دي زي ما انت قلت يا اسلام ان هي ممكن تخلق منافسه كبيره جدا. لكن عشان ابدا دوري جديد من الدور الثاني، لا في فرق ممكن ما توافقش تقول لك انا مجمع ابنات ودي تساعدني. ليه ما يوافقش؟ انا النهارده اللي في التاسع هل هيبقى مجمع نقاط زي اللي في الرابع؟ لا زي اللي في الثالث، زي اللي في الاول، زي اللي في الاول. فبالتالي انا لما ببدا مرحله جديده اعمل دوافع بقى، اعمل دوافع فهيبقى جديدة. هيخلي بقى اللي الكابتن رضا عبد العال كان بيقوله من شويه، انا كفرقه كنت في التاسع اجيب ادعم فرقتي في يناير. اعمل ابدا عندي دوافع بقى، هيبقى عندي دوافع كبيره ولا ده ممكن ما يتمش عندنا هنا يا كابتن مجد؟ ما هو مين اللي هيبقى عنده الدوافع دي كلها؟ يعني انت دلوقتي برضو اللي هيدعم واللي هيشتغل هم هتلاقيهم هم برضو الاربعه الاولانيين او الخمسه الاولانيين اللي نفنشوا. ما احنا داخلين بقى كلنا واحد كلنا لسه داخلين مرحله جديده. انا ماليش دعوه بالظبط. ما هو انا مش ماليش دعوه، انا في تسع ماتشات لعبتهم او ثمان ماتشات لعبتهم. خلاص انت خلاص عشان بيأهلوك يا كابتن مجدي. لا ما انا مش موافق يعني على الفكره. انت داخل دلوقتي امال انت ايوه مش موافق ليه؟ انا موافق على اني اشتغل بالنقط اللي انت طلعت بيها يا عم. ما ينفعش بقى ليه ما ينفعش يا عم؟ حضرتك بتقول انت مش موافق ليه ولا مش موافق وخلاص؟ لا لا مش موافق ولا ده هيضر بعض الانديه الكبيره لما يبقى في منافسه. هاخد منك الاجابه بعد الفاصل. طيب ماشي. بعد الفاصل مع نجوم البريمو مجدي طلبه، محمود ابو الذهب، رضا عبد العال. جدل كبير جدا ما بين نجوم البريمو حول فكرة النظام المعمول بيه بداية من الموسم الجديد للدوري وإمكانية المنافسة أو اشتعال المنافسة تبقى مستمرة لنهاية الموسم، ما تبقاش مقتصرة على فرق وفرق تانية. لأ كابتن مجدي حضرتك بتقول لي انا معترض على فكرة ان انا الغي النقاط. لا هي مش معترض بداية من انا بتكلم من على المرحلة التانية او الدور التاني. ما انا مش موضوع معترض، انا بتكلم على اني العدل او العدالة ما ضيعش المجهود اللي انا عملته الراوند الاولاني. ليه ما انت عملت؟ ما انت بقيت في التسع الاولانيين. لا بقيت الاول. انت سيبك من التاسع، التاسع مش هيبقى زعلان. ماشي التاسع ما عندوش مشكلة، والثامن ما عندوش مشكلة، والخامس ما عندوش مشكلة. حلو. خليني في اول اربع فرق. الثلاثة الاولانيين اول اربع همشي معاك. الاربع الاولانيين هو انت مش جامد؟ ما تكمل بقى لنهاية الموسم. ايوه بقى. طب ما هي مش موضوع انت مش جامد. اه والله ورينا بقى. هو انت ليه طالما انت وصلت الاول اهلي او زمالك مش قصدي. لا لا ما بتكلمش انديه دلوقتي. ماشي ما بتكلمش مسميات، انا بتكلم في مراكز. مش عايز تستمر في المنافسه؟ لا مش يعني انا النهارده هاجي هشتغل على الدور الاول ثم بعد كده خلاص بقى في فرق كبير بيني وبين سيراميكا بين فاركو. ما تنساش ان في حاجه مهمه جدا، ما فيش حوافز للانديه الثانيه. هيقول لك بقى الفرق اللي انت بتتكلم فيهم دلوقتي دول الاول الاربعه الاوائل هم الاربعه بيشتغلوا في افريقيا. انا مالي؟ لا ايوه لحظه ما اللي يدخل في افريقيا يدخل يا سيدي. ده عرف موجود ان دول افريقيا. اصبر اصبر هنا في ايه؟ هنا دلوقتي اللي بيشتغل في افريقيا عنده
عنده حاجه تانية شغلاه غير الدوري، فما بيصدق انه يجمع النقط هترجع تقول انا مالي برضه. لا ما لا مفيش حاجه اسمها انا مالي. انت ازمه مين انت وانت داخل كنادي؟ ليه ما أنا انت عارف انت مشارك في 60 بطوله؟ انا عملت مش انت بتقول انك جامد؟ ما توريني بقى بالاخر. انا عملت اللي عليا وطلعت الاول او الثاني او الثالث او الرابع بعدد النقاط وبالمكسب بتاعي اللي في الراوند الاولاني. طب ايه بقى المانع ليه؟ لا المانع بقى لما جلعب ثاني ودغدغ الدنيا. لا وتشيله ليه كابتن؟ اللي انا حصلت عليه تشيله ليه؟ في قوه للمنافسه. طب اقدر مش هخليه صفر تاني ليه؟ وكل فرقه هتخاف بدل ما انت بتلاقي فرقه بيبقى تحصيل حاصل. ما انا ماليش دعوه بقى ان هو تحصيل حاصل، يعني انت بتجازيني. انت بتجازيني. طب انت كده يبقى انت مغيرت الاول النظام. طب اقدر مش انت الاول؟ اقدر مش اقدر ابو داب الاول؟ ليه ما غيرت النظام؟ لان انت في النظام القديم هم اربع خمس فرق اللي بينافسوا من الاول للرابع والاخر وتحت برضه من ال 13 لل 18 خمس فرق هم هو اللي انت عملته دلوقتي. ده مش ذنب الفرق اللي بتنافس فوق، ما لهاش ده مش ذنبها. ان هم عندهم قدرات ماديه كويسه، عندهم مدربين كويسين، عندهم ادارات مستقره، دي مش ذنبهم هم. ما انا مش ما صعبش عليهم الامور او ان انا اعاقبهم على انهم مستقرين، لا. الناس اللي ماشيه مظبوط انا بساعدها، وحتى الناس اللي مش ماشيه مظبوط انا مش وظيفتي ان انا اساعد حد يا كابتن. انا مفروض ان انا اعمل مسابقه فيها عداله ما بين الفرق كلها. هي دي بقى العداله. العداله ان واحد عنده 7 بونت او 15 بونت وواحد عنده 25 بونت اجي الراوند الثاني اخلي ده صفر وده صفر، دي عداله؟ لا دي مش عداله. في فرق كتير يا ما انا بأهلك لمرحله يا كابتن. وفي فرق كتير جدا ما بتخش الا في المرحله. طب انا بس عايز الدوري العام كله ببص الاهلي والزمالك العام كله او الدور الاولاني هو اللي بيخش المباراه. بأهلك للدور الثاني عشان كده مفيش حاجه اسمها كده. لازم الدور الاولاني الدور الثاني بيتبني على الدور الاولاني، الدور الثاني لازم يتبني على الدور الاولاني. يا عم ده دوري استثنائي. ما ينفعش ده دوري استثنائي يا كابتن. وفي فرق يا اسلام بتلم يا رضا ما تعاقبنيش الدوري الاولاني. تمام. ايه؟ بتقول يا كابتن ما تعاقبنيش وتخليني في الدور الاولاني. خلاص بقى انت وصلت للمرحله يعني بتلم ماتشات كتير جدا وبنقط كتير جدا في الشوط يعني في الدور الثاني. فلما تعمل حاجه زي كده يا كابتن، لا انا كفرقه زي المصري او زي البنك الاهلي او ايا كانت الفرقه هتخاف على البونت، فهتنزل تلعب بقوه فعايزه تكسب عشان تقرب من التسعه اللي هم الاوائل. لكن ما لما يعمل دور ثاني بين الفرق اللي او التسعه التانيين يا كابتن هتخلق منافسه قويه او تديهم فرصه من اول وجديد، يبقى انت عندك تسعه بينافسوا على الاقل. وانت برضه في التسعه اللي تحت برضه هيبقى فيه منافسه. ما ده ظلم. وانت بتختار ليه ظلم يا اسلام؟ انا واحد كابتن انا عشان اخليك تستمر للنهايه. لحظه بس يا اسلام، بس الله يخليك. واحد كسلان، واحد ضعيف، واحد ايه اللي دخله الدوري؟ لا ايه اللي دخله الدوري؟ ما احنا عايزين نخلص بقى. اديك بتقول اهو، اديك رديت اهو. ايه اللي دخله الدوري؟ ايوه يبقى ساوي اللي جايب اعلى منه ب 15 بوينت يا حبيبي. اساويه الراوند الثاني بيه، خليه ده صفر وده صفر. يعني اللي هو مش انت قوي بقى. لحظه بس، اللي هو في 18 اللي هو في المركز ال 18. طيب انا في المركز العاشر الفرق بينهم 10 بونت. يبقى انا بجازي اللي هو كسبان وماشي كويس، بقى سويه عن انه كويس او مسويه. ما دخلتش في كفته ليه ان يخليه صفر في التسعه. كابتن رضا ما بص انا بس دي واحده عشان اوضح للناس النظام المعمول بيه ان النقاط هتكون مستمرة لغاية في الدور الثاني. احنا هنا بنناقش اقتراح تاني مع النجوم. في الكابتن مجدي بيقول موافق او مش موافق، كابتن رضا بيقول وجهة نظره، كابتن ابو الدهب. الفكرة ان يتم بعد تأهل اول تسعة او التسعة التانيين ان تلغى النقاط، وده مش هيتعمل، بس احنا بنناقشه ده لزيادة حدة المنافسة ما بين كل الفرق. الإثارة. وإن ما حدش ينام في الخط، وإن ما حدش يقول لك إيه أنا ضمنت دخلت في التسعة يبقى خلاص بقى ريح، ماليش دعوة بقى اللي يلعب الأول يلعب اللي يلعب على التاني يلعب. ما أنت كده ما بقاش دوري. أنت كده بقى عامل بالظبط زي الإيه القطر اللي هو القشاش. كله نايم ورا. دي إن خلاص ضمن دخل في التسعة. ده ما أنت لو لغيت النقاط بتاعه الدور الاولاني بقى بين التسع فرق ولا العشر فرق اللي انت هتاخدهم، اقسم بالله هتشوف دوري مولع نار تحت وفوق. ليه؟ لان العشرة اللي تحت محدش هيريح. انت خلاص بقى انت
من البدايه هتشوف دوري مولع نار بين ال 18 هتلغي البناط اللي من التسعه دول ومن التسعه دول. انت موافق يا كابتن؟ لا ما انا عايز افهم بس معلش على اللي بيقوله الكابتن مجدي ولا اللي بيقوله الكابتن؟ انا مش موافق ان انت مع الاثنين. مش موافق ان انت تلغي بناط من الفرقه لان انت كده هتعمل عدم تكافؤ فرص. ان انا لما اكون انا من عندك من العاشر لحد اللي بينافس على الاخير ازاي انا اساوي واحد عنده مثلا 20 بونت بواحد ما جابش الا 3 بونت او 4 بونت؟ ما خلاص دي مشكلته. ما ينفعش. ما دي مشكلته. انا كان لا ما انت كده بتخلينا اعيد من الاول. بدي لك فرصه. لا ثواني. هل من اول تعقيب بدي فرصه للنادي؟ لا تديله فرصه على حساب انا يعني اسلام. مش انت جامد؟ باين لك قوتك. لا باين لك قوتك. لا انا فهمت وجهه نظر ابو ده. انت دلوقتي بتتكلم على اللي هو من العاشر لل 18. لا احنا ما بنتكلمش على دي. على انا مثلا دول تخش بالبونت مالناش دعوه. احنا بنتكلم على المنافسه اللي طب هي. طب انت كده يبقى انت كده فرقت ما بين مجموعه ومجموعه. ما ينفعش تغير. انت كده فرقت ما بين مجموعه ومجموعه. يبقى انت كده فرقت كده يبقى هنا سوء الاسبكيه. لا يا حبيبي. لا يا حبيبي ازاي بقى انت ما انت كده في مجموعه ودي مجموعه في نفس الدوري فرق بينهم يعني الاهلي اصل دولت هيهبطوا فارق ب 20 ويعني ما التانيين هياخدوا الدوري وهيلعبوا افريقيا او الزمالك. هي هي. لا مش هي هي. هي هي. لا مش هي هي. الناتج هو هو يا حبيبي. انت بترتقي بالكوره. انت بتخلي دلوقتي بترفع المستوى الفني لكل الفرق. هقول لك على حاجه. انت دلوقتي لو بدات الدور الاولاني اصبر بقى لغايه تشوف مين التسعه الاولانيين. انت انا بقول لك اهو مش هتلاقي فرقه ضعيفه وفرقه قويه في اول الدور الاولاني. ليه؟ لان كله عايز يخش في التسع فرق. ماشي. هيبقى طيب. في منافسه كبيره جدا. طبعا منافسه موجوده اوريدي من اول الدوري لانه عارفين التسعه الاولانيين كلهم هيبقى في ضرب نار يا عم. ماشي. طيب عشان بقى تخلي الدور الثاني بنفس المنافسيه بقى النقط. هتلاقي فرق النقط يا اسلام هيبقى قريب. شده المنافسه دي هتخلي النقط عدد الفرق بين النقط والفرق وبعضها قليل. يقول لك ايه انا من السابع لغايه او من السادس لغايه التاسع انا بقى مش في دماغك. لا مش في دماغك. ما هو انت لو الفرق بينك وبين الخامس 3 بونت 2 بونت 4 بونت 5 بونت انت جوه اللعبه جيه لسه. لا طبعا 6 بونت انت طبعًا. لسه جوه الجيم والله. حتى لو بونت ماتشات يعني حتى لو بونت تسمع كلامي يا عم مجدي. لو حتى انت كمان فرق بونت ان كله من الاول لغايه التاسع فرق بونت كله برضه هيرمي الفوطه. في فرق كده معينه هترمي الفوطه خلاص انا دخلت التاسع. انما انا لما اعمل دوافع جديده الفرق واقول دوري من اول وجديد بترمي الفوطه. اصلا دي فرق موظفه بتبقى موجوده علشان تبقى يعني تواجدها انها تبقى موجوده في الدوري. مش عايزينهم بقى. احنا دول بقى مش عايزينهم السنه الجايه. ما هو انت مش عاوزهم. هم كده كده موجودين. هو بيقول لك ان النظام ده لو انا لغيت النقاط في الدور الثاني اولا هيزود حده المنافسه ما جدا. بين فوق وتحت ده رقم واحد. ومش هيخلي فرق تسيب هيكشف لي هيكشف لي الفرق اللي هي بتكون كده كده ما تستحقش ان تبقى موجوده في الدوري. هتعمل فيها ايه يعني؟ هتخرجهم بره الدوري؟ ما خلاص يهبطوا بقى. يهبطوا ازاي؟ بص وخليه 16 فرقه السنه الجايه هيبقى الدوري مولع نار اكتر. اول ما فيهاش ان اي نوع من انواع العداله ان انا راجل اخلص بفرق دي مرحلة يابا خلاص. دي مرحلة يابا. دي مرحلة يا كابتن. ده اقتراح. ماشي. ده اقتراح ان انت بس في الدور الاولاني. ماشي. انا عارف ان الفرق تبقى زي بعدها. ما تدوم فرصة يا عم الدور الاولاني كل الفرق تورينا امكانياتهم. يعني البنك الاهلي السنه اللي فاتت يا اسلام ما جمعش الا سبعة بونت في الدور الاولاني. ليه والثاني بعد ما مسك دوري الاهلي؟ لا يعني ونادي الزمالك انا مالي يعني. ايوه بقى انا عايز ابقى قوتي اللي جمعهم البنك الاهلي السنه اللي فاتت قبل ما يجي طارق مصطفى. انا مالي دي مثلا. انا عايز اقول لك الاداره والاداره اللي جابت مدربين. الفرقه ما فاقتش الا في الدور الثاني وجمعت بنات كتير وكسب. طيب انا هاخد المثل بتاعه اللي هو بيقوله نفس المثل. لو سبعة بونت دول اللي هم قليلين اتشالوا منه هينزل. لا ليه هينزل؟ ليه؟ كل ما انت زيك زيي احنا داخلين اصفار. طب يا كابتن ما هيوافق اللي هو العاشر هيوافق ان انت تخصم منه في البدايه. ايوه خلاص احنا ممكن ما يوافقش. لا ما ممكن يقول لك يا حبيبي ماشي ليه ما يوافقش؟ ليه ما ممكن يقول لك ما هو ده دوري استثنائي. ما احنا دلوقتي دوري استثنائي يا كابتن يبقى تعمله من دورين وتضغطوا زي ما احنا. لا دورين ايه؟ انت ناسي كمان. سيبك من الفشل ده. في مشكله. سيبك من الفشل ده. هل التعجيلات عايز اقول حاجه؟ انا اقول حاجه بقى. ايوه المجموعتين لما اتعمل الدوري المجموعتين 2012 2013 ما كانش 2013 2014
كان في مشاكل جدا. طبعًا. كان في مشاكل كان فاشل جدا. هو حلاوه الدوري اهلي وزمالك وبيراميدز في مشاكل ليه؟ لان انت مجموعتين في فرق ما بتلعبش فرق خالص. ما دي نفس الفكره. فين العداله هنا؟ لا استنى، في العداله في ثلاث عداله ان الكل يلعب الكل والنقط. ما هو ده هيعمله في الدور الاول. طب ماشي واطلع بنفس النقط بتاعتي. بس خلي بالك في حاجه كمان يا كابتن عشان يبقى تكافؤ. لا، ده موضوع النقاط ده لو اتشال من الـ يعني من التسع نقاط اللي فوق، التسع انديه اللي فوق والتسع انديه اللي تحت، دوري جديد هيزود، لازم هيزود حده. ده في نقطه انا بتكلم على حده المنافسه. في نقطه مهمه جدا يا اسلام، ده هيقطع حده من ضمنها ان فرقه تفوت لفرقه عشان تقعد مدرب كان شغال في فرقه. لا، ده في نقطه بقى اهم من كده. هل انت الدوري هيبقى في تاجيلات؟ لا. وتيجي تلعب فرقه ما كان في الاسبوع الرابع للاسبوع العاشر عشان ما تعملش مشكله يا حبيبي. يبقى لما يبقى لازم تناقش الحته بتاعه التاجيلات. طيب، ده فيما يخص طبعا النظام الدوري اللي تم الاعلان عنه. وبالتالي باكد ان النظام اللي هيتم العمل به هو طبعا تقسيم الدوري بعد الدور الاول. الدور الاول هيكون دوري من دور واحد ما بين ال 18 نادي، ثم يتم تقسيمهم. اول تسع فرق بيتنافسوا على تحديد بطل المسابقه بالنقاط اللي هيجمعوها في الدور الاول. الدور الثاني هيتم طبعا المنافسه على او تحديد فريقين من الهابطين. طيب، لجنه الحكام، خبير اجنبي ولا رئيس لجنه حكام مصري ولا مش فارق اجنبي من مصري؟ هاخد منكم الاجابه بعد الفاصل. بعد الفاصل مع نجوم البريم. بيواصل الأهلي الاستعداد لخوض مباراة جورماهيا الكيني يوم السبت المقبل على استاد القاهرة في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهتقام المباراة في تمام الساعة 7 مساء. وفاز الأهلي بقيادة مديره الفني مارسيل كولر على جورماهيا بثلاث أهداف دون رد في المباراة اللي أقيمت على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي يوم الأحد الماضي بذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا. وقطع الأهلي شوط كبير نحو التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، مما سيسهل مهمته في مباراة العودة أمام بطل كينيا. وحرص كولر على الإطمئنان على جاهزية كل من يحيى عطية الله الظهير الأيسر ويوسف أيمن والمغربي أشرف داري قبل مباراة الإياب أمام جورماهيا. ومن المنتظر أن تشهد مباراة الأهلي وجورماهيا تتويج المارد الأحمر بلقب دوري نايل للمرة الـ44 في تاريخه بعد حصول مسؤول القلعة الحمراء على موافقة الاتحاد الإفريقي كاف. وبيحتل المارد الأحمر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 12 نجمة قارية، كان آخرها نسخة الموسم الماضي 2023-2024 واللي كانت على حساب الترجي التونسي بالتعادل السلبي ذهاباً بدون أهداف والفوز إياباً بهدف نظيف. طيب، لسه مكملين مع نجوم البريم. وسؤال يا كابتن رضا، كابتن ابو الدهب، كابتن مجدي، الخبير الاجنبي افضل لجنه الحكام ولا يكون مصري؟ ولو مصري من وجهه نظرك مين يكون رئيس لجنه الحكام في الموسم اللي جاي؟ انا من وجهه نظري الحكم الاجنبي او رئيس لجنه الحكام الاجنبي فرق كتير جدا مع في تطور مستوى الحكام السنتين الثلاثه اللي فاتوا، وده واضح جدا. يعني احنا شفنا كاس الامم الاخيره كم عدد الحكام المصريين اللي نالوا التقدير وكان تواجدهم متميز في كاس الامم. الرئيس لجنه الحكام الاجنبي ما عندوش ابيض واسود، ما عندوش الوان، يعني بيشتغل عن الحكم الجيد والمتميز بيديله
والضعيف بيبعد عنه، انما الحكم الرئيس لجنة التحكيم المصري يبقى اجنبي. فيه اجنبي كابتن ابو ده؟ لا انا ما اتطورناش مع الخبير الاجنبي اسلام، انا اتمنى يكون خبير مصري، واحنا عندنا عندنا كفاءات. يعني انا شايف الكابتن محمد فاروق او كابتن جمال الغندور، واحد من الاثنين. اختار لي واحد. كابتن جمال الغندور. كابتن رضا. كابتن مجدي بيقول لك احنا اتطورنا. انا بقول السنه اللي فاتت ماشي، هو وجهه نظر. كل المشاكل كلها كانت هو وجهه نظر. عشان تجيب خبير اجنبي طبعا انا كده لازم ارد عليك بقى دلوقتي. انا لازم كده ارد عليه في النقطه دي، لانه لا ال 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 لا 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 ما تردش يا كابتن مجدي. يا كابتن مجدي رد، هو الميكروفون مش معايا يا عم انت. بعد ما خلص خد الميكروفون يا كابتن. بعد ما خلص خد رد يا كابتن مجدي. اللي حصل اللي حصل انت كده حصلت المشاكل اللي حصلت في لجنه الحكام كانت من الحكام المصريين اللي كانوا ضد الحكم الاجنبي بس. طيب هو ده اللي عمل مشكله. طيب ما احنا بنقول بقى يا تجيب الطقم كله اجنبي. هات الطقم كله اجنبي ومنين؟ لا مش التحكيم كله، لا اللجنه. بص انت بتتكلم على انت المشكله مع اللجنه. المشكله الراجل كان بيعين اللجنه. اسمعني بس، الراجل كان بيعين ناس بيجي تاني يوم ما تلاقيهاش بدليل. طيب. بدليل كان معين. يبقى عيب مين؟ من اللي تحت. طيب يعني طيب ماشي، ماشي. ما انا بقول لك عشان ان طيب هو طيب يبقى انت مع خبير مصر يا كابتن. اه طبعا. مين؟ كابتن جمال غندور. كابتن جمال غندور. أو طيب. ياسر عبد الرؤوف. تمام. او لا احنا عايزين واحد بس. ماشي خليها ثلاثة. ال 18 نادي هقوله لكم، او يعني انتوا هتختاروا لي من وجهه نظركم سريعا سريعا. التسعه والتسعه. التسعه اللي ممكن يبقوا فوق، اول تسعه، والتسعه اللي ممكن يبقوا في المجموعه الثانيه. ماشي. نبدا ب كابتن رضا. الاهلي. ماشي. الزمالك. تمام. بيراميدز. تمام. سيراميكا. ماشي. زد. فيوتشر. مودر. المصري. فيش فيوتشر اسمه مودر. 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 المصري. الاتحاد. كده كام فرقه؟ 8. فاضل فرقه، قول لنا بقى كده. البنك الاهلي. البنك الاهلي. ماشي. بس مجد. بس انت المفروض كنت تقول لي ال 18 عشان انا ما 18 انت عندك فاركو والطلع الجيش الباقي والجونه وصل ما فيش خلاف زي اللي فنش اللي هم اهلي زمالك بيراميدز مصري. اهلي زمالك بيراميدز مصري. بعدين ماشي. عندك في عندك سيراميكا، مودرن، ام بي، سموحه او سموحه فوقهم كمان شويه. وزد. الاتحاد. الاتحاد بقى هنا او البنك الاهلي. او البنك الاهلي. دول التسعه. انت ما قلتش المصري؟ لا انا المصري. انا الاربعه. يعني انتوا عاملين حاجه في منتهى الخطوره، اللي هي اختيار عدد انديه الانديه الخاصه او الانديه الشركات اكتر من الانديه الجماهيريه. هم اصلا هل ده الطبيعي؟ هم يعني اصلا انت ما اخترتش مثلا، انتوا ما اخترتوش الاسماعيلي. لا ما هو انت ما اخترتوش. بتكلم على 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 الفتره الاخيره والمشاكل اللي في الانديه. هل ده بقى الوضع الطبيعي؟ عدد الفرق في الدوري هم 18 فرقه. انا بس بسال سؤال، هل ده بقى الوضع الطبيعي؟ ما في 12 فرقه فرق شركات يا ايوه. بس انت ما اخترتش المحله ولا الاسماعيلي. ما هم فين المحله والاسماعيلي؟ المحله لسه سنين. صاعد ما شفناهاش. طيب والاسماعيلي بيعاني من مشاكل. انت بتتكلم على اكتر فرق معاها فلوس وامكانيات بس اللي انت دخلتهم.
يطلع بقى مفاجأة المحلة، تطلع بقى فاركو يعني زيد طالع السنة اللي فاتت من تحت عامل موسم كويس، وصل فين وفنش فين؟ ده فاينل كلاس. قيس عليه، قيس عليه الأندية الشعبية اللي طلعت من تحت لفوق وعملوا ايه في في السنة الأولانية بعد يعني المحلة طلع راح نازل. مين طلع راح نازل؟ البلدية. مين؟ البلدية طلع ونزل. البلدية طلع ونزل. طلع ونزل. وأي حد بيطلع من الفرق الشعبية للأسف الشديد لأنه ما عندهمش قدرات مادية، ما عندهمش، لأن لازم الفرق دي أنا قلتها قبل كده إسلام لازم يربطوا نفسهم بشركات. طيب النهاردة ميكالي برضو عايز إجابات سريعة، أعلن إن خلاص مش هيكمل مع اتفاقه مع اتحاد الكرة، وإن هو قاعد ما فيش وكيله اللي أعلن ونزل بيان، وإن هو يعني وقال إن إحنا وصلنا من يوم 12 أغسطس ولغاية دلوقتي ما حدش حدد أي حاجة، وبالتالي هو عنده عروض وكان جاي له عرض من ليبيا، يعني العرض اللي هو الأكثر جدية يعني، فبالتالي أعلن إن هو طبعا مش هيكمل اتفاقه الودي اللي ما كانش ما تفعلش رسمي مع اتحاد الكرة. هل اتحاد الكرة أو الكرة المصرية خسرت ميكالي ولا لا؟ ولا لا؟ لا لا. كابتن أبو الدهر، لا مدرب كويس وكان لازم يبقوا عليه في الفترة اللي جاية. كابتن رضا، هما كانوا مستنيين ان حسام حسن يقع وهم يحطوه مكانه، ولكن حسام كسب الماتشين خلاص فكده همشوا دوره، فانا شايف ان هو ايوه بس هو كان موجود، كان هيكون يعني موجود في منتخب 2005 لا ويمسك المنتخب الاولمبي اللي جاي يعني هو ما هو ده المنتخب الاولمبي اللي جاي، هو المفروض المفروض ان هم كانوا خلوه يمسك دي لغاية ما اي ظروف تبقى طارئة، ويبقى كان يمسك منتخب 2005 ولا كان يمسك الاشراف على المنتخبات اللي هي الشباب بشكل عام. أم العلاء نبيل هم اعلنوا مدير فني لاتحاد الكورة. طب ما هو المدير الفني هو المشرف على المنتخبات اللي تحت. لا ما هو ده بيتكلم على الامور الفنية، واحنا هنجيب كام واحد نبيل ملوش في الامور لكن الفنية. فيما يخص المسابقات ده تخبط، ده تخبط. لا هو كان مسك المنتخب الاولمبي على طول، ده تخبط كان مسك على طول الفريق اللي طالع. ما اعتقدش انه انت شايف ان احنا ما خسرناش ميكالي. خسرناه ولا هنخسره طبعا بالنسبه في المرحله السنيه بتاعته لان هو متميز. ازاي واحد يكون واخد ذهبيه في اولمبياد اتغلب 6-0 يعني ايه المشكله؟ يعني كابتن جوهر اتغلب 6-1 برضه الرد التاني، كابتن جوهر اتغلب 6-1 العلامه بتاعت الكره المصريه اتغلب 6-1 لا ده كان يوم اسود. ايوه بس ده كان يوم اسود، ما كانش يوم ما ده برضه كان يوم اسود. وخلي بالك ان كابتن جوهر كان معاه نجوم العالم في يا مصر. يا عم ده كان ماتش ودي ملوش لازمه، ماليش دعوه بقى ودي ولا رسمي. لا ده ماتش، طب مش هو اتقال بسبب انا كنت موجود في الماتش ده كابتن، بس كنت مش هو اتقال ولا اربعة مين ده مليونير ماتش بعد ماتش 6 ده اللي هو الودي اللي كابتن مجدي هو لا هو بس والكابتن جوهر خسر 5-1 من السعوديه برضه كان ماتش ودي برضه لا ماشي 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 كان ماتش مش ودي خلي بالك بس مع الفارق مع الفارق في الظروف لا والحكم لحظه واحده بس الحكم طرد الحكم ثلاث لعيبه ايوه الحكم بتاع 5-1 ده مرتشي سمير كمال ومشي وكان حالته حاله بس الراجل ده لما طلب بعض اللاعبين الانديه ما وافقتش ورغم كده لا الراجل راح الاولمبيات وعمل انجاز محدش لا هو الوضع مختلف لا ما انا بقول لك ما نظلمش يعني الراجل ما جبتش يواجه صعوبات انا ما جبتش سيره ال6-0 خالص ده لا لا استعد يا كابتن كابتن رضا بكره الزمالك هيقابل الشرطه الكيني في دقيقه واحده المباراة هتكون يعني ممكن الزمالك يغير فيها التشكيل باعتباره ان هو كان كسبان في مباراة الذهاب ولا هيلعب بتشكيل اساسي؟ ان شاء الله يكسب الزمالك. طيب ابو الدهب لا يمكن انا كسبان هناك 1-0 اكيد هنا هتعمل مباراة كبيرة جدا والزمالك قادر ان هو يكسب لانه اسلام الراجل بيفكر في مباراة السوبر فاكيد هيلعب بالقوة الضربة بتاعته وهيأدي بشكل جيد عشان يوصل اعلى فورمه قبل مباراه السوبر خصوصا ان الكلام كتير الفتره اللي فاتت ان الاهلي في احسن حالاته لكن انا شايف ان الزمالك بيأدي بشكل كويس وعندهم اصرار ان هم يعملوا مباراه كبيره جدا كل التفكير سواء للاهلي والزمالك اسلام وما اشوفش ان انا في ناس كتير جدا بيقول لك اصل هيريح وكسبانين والاهلي كسبان لا انا في بدايه موسم فبالتالي انا محتاج ان اللعيبه دي تبقى واقفه على رجليها
ويوصلوا لاعلى فورمه قبل مباراه السوبر عشان نتفرج على مباراه كبيره جدا. وانا من رايي ان مباراه السوبر هتبقى 50-50 الا في الملعب، لان انا شايف ان في مباراه زي دي مباراه الاهلي والزمالك ما لهاش حسابات او ما لهاش توقعات. اه الاهلي قوي، الاهلي جامد، عنده استقرار، عنده لعيبه كتير جدا، لكن في نفس الوقت في دوافع عند لعيبه نادي الزمالك انه يؤدوا بشكل جيد. وانا شايف ان المباراه تبقى 50-50 في الملعب، لان كره القدم اسلام في الملعب 90 دقيقه وكل فرقه عندها دافع وحوافز ان هي تكسب، خصوصا ان النادي الاهلي يمكن اول سوبر افريقي لعبناه احنا خسرناه، فاكيد ان المباراه دي من وجهه نظري هتبقى مباراه سائريه ان الاهلي يقدر يفوز. كابتن مجدي، الزمالك ماتش بكره؟ لا، المقارنه بعيد جدا، الفرق الفروق الفنيه ما بين الزمالك والشرطه. هل هيتغير التشكيل جوميز ولا لا هو ما عندوش اصلا؟ لا ما عند هو مش ما عندوش، هو عنده يقدر يشتغل بوحدات تانية، انما هو ده الماتش الاخير او البروفه الاخيره اللي قبل السوبر الافريقي، فلازم يلعب. وبعدين في فرق، هيبقى في فرق حوالي 8 ايام بينه وبين الماتش او 7 ايام بينه وبين الماتش الثاني السوبر الافريقي، فهو هيلعب بالتيم اللي هيبدا بيه ماتش الاهلي. وانما النتيجه نفسها او السير بتاع المباريات، وده ماتش على فكره، الماتش ده وماتش النادي الاهلي هيساعدهم الاثنين انهم يعملوا بروفه قويه قبل السوبر الافريقي، ما يقابلوا بعض في السوبر الافريقي 27 ان شاء الله. كابتن مجد طلبه، بشكرك، نورتنا وشرفتنا. شكرا اسلام حبيبي. زعلش يا رضا، زعلش يا رضا، ما تكشرش، ما تزعلش. كابتن رضا عبد العال، بشكرك، نورتنا وشرفتنا حبيبي. وكابتن ابو الدهب، نورتنا وشرفتنا ودايما تنورنا وتشرفنا. بشكر كابتن رضا عبد العال، كابتن مجدي طلبة، كابتن محمود ابو الدهب. هيفضل برنامج البريمو بنفس هذه الطريقه، بنتكلم زي ما بيكون اي فرد موجود في البيت عادي جدا، لكن في النهاية يعني كل نجم موجود في البريمو له قدره واحترامه وتقديره ونجوميته. اللي أنا طبعا على المستوى الشخصي بتشرف إن أنا بكون موجود معاهم وبكون قاعد معاهم، مجدي طلبة، محمود أبو الدهب، رضا عبد العال، علشان السوشيال ميديا هتبدأ تشتغل خلال الساعات اللي جاية على القصة دي. الكلام ده حصل قبل كده وبيحصل وهيحصل، لكن في النهاية الناس اللي بتكون موجودة بتحترم بعض جدا وبتحترم المشاهد. بشكركم، مستمرين دايما في البريمو، تصبحوا على خير.